أخيرة، ومتهيألي في ناس بيكون عندها مشكلة في اختيار المكملات دي، يعني ازاي نختار مثلا أباجورات، ازاي نختار تابلوهات، ازاي نختار كوشنز تكمل المنظر بشكل لطيف. ده اللي هنعرفه النهارده من دكتور ياسر معبد، رئيس قسم التصميم الداخلي كلية فنون تطبيقية. صباح الفل يا دكتور ومنورنا. دكتور، الكلام اللي قلته في المقدمة ده صح ولا لا؟ يعني دي خطوة مكملة، بس هل هي خطوة أساسية كمان؟ هي تعتبر أساسية طبعا، ولكن احنا عندنا لازم نفرق ما بين أساسيات التصميم، العناصر الأساسية، وفي عناصر اللي احنا بنسميها عناصر التزيين أو المكملات اللي هي بنطلق عليها اكسسوارز. في قواعد لازم يعني أي حد يراعي القواعد دي وهو بيختار الاكسسوارات اللي هيحطها أو عناصر التزيين. هي قواعد لازم يشوف أولا المساحات اللي هو بيحط فيها العناصر دي، يعني لازم يبقى في تناسب ما بين نسبة اللي هيجيبه ونسبة المساحة. عندك مثلا ليفنج وبتجيب بعض الفريمز هتحطيها على الحوائط أو كاندلز أو أي عناصر، أطباق معدنية خزفية، لازم تراعي. يعني ما ينفعش يكون عندنا حوائط مساحتها ضيقة وبعدين نجيب تابلوهات مثلا أحجامها كبيرة جدا نحطها على الحوائط. لا، لازم تراعي المساحة اللي موجودة. ده ما ينفعش، اللي أنا بقوله ده ما ينفعش. لازم تتناسب معاها. ده يضيع جماليات المكان نفسه. بالظبط. صح؟ بالظبط. ويضيع جماليات الاكسسوار بتاعي. طب تيجي نشرح بشكل عملي اكتر شويه في الاستوديو مثلا ايه الاكسسوار؟ يعني فين الاساسيات وفين الاكسسوار؟ طبعا الاساسيات هي الارضيات اللي موجوده، الحوائط، التهويه، الاضاءه، كل دي الاساسيات، لون الحوائط. الاكسسوار الاشياء المكمله، الحاجات المعلقات الموجوده ايا كان خامتها او شكلها. الحاجات المحطوطة المتحركة زي البوتس والحاجات الصغيرة دي، الكوشنز دي اكسسوارز، الاطباق اللي موجودة، كل دي اكسسوارات. لازم انا راعي فيها سواء كنت متخصص او بعمل بيتي النسبة والتناسب، ما يبقاش الفراغ صغير واجيب حاجات ضخمة لانها مش معقولة. هتفهم الدنيا مثلا. هو شيء ثانوي، هو شيء مكمل، ما يبقاش اكبر من الشيء الاساسي. هو شيء ثانوي بس هو في النهاية بيدي له اهمية. له أهمية كبيرة لأنه في النهاية هو اللي بيكمل الشكل. بس بنقول عليه مكمل لأنه مجازا يجوز الاستغناء عنه. ممكن تعيش من غير اكسسوارز بس ما تعيش من غير فرشة مثلا أو من غير حوائط موبيليا. بالضبط. لابد تراعي برضو أنه مثلا الحوائط لونها لو غامق تعملي نوع من التباين ما بين الحوائط دي وما بين الاكسسوار اللي تحط عليه. بمعنى يعني ما ينفعش مثلا يبقى في كونتراست غامقة ونجيب تابلو كل ألوانه ومكوناته غامقة ونعلقه. بالضبط، هيتوه مع بعض. العين مش هتلحق تدرك الفرق ما بين ده وما بين ده. ما ينفعش الحيطه تبقى مثلا فيها تكستشر معين، فيها شغل كتير، واجيب برضو اكسسوارز فيها شغل كتير. لا، اعكس. لو انا عامل حيطه ساده احط عليها تابلوهات او احط عليها عناصر تزيين او اكسسوارز فيها شغل كتير. دايما عشان الشيء يحصل له نوع من الابراز انه هو يبقى مختلف عن الباك جراوند اللي وراه. ممكن نستغنى في الحته دي عن مهندس الديكور؟ يعني لو انا ما عنديش الامكانيه ان انا اجيب مهندس ديكور يشرح لي الحاجات اللي حضرتك بتقولها لنا او بتحاول تقولها لنا دي دلوقتي، ممكن استغنى باني اعمل ايه؟ مثلا اقرا، اطلع من على النت، اشوف برنامج بيتكلم عن الديكور زي ما احنا بنعمل دلوقتي النهارده. هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني غالبيه المهندسين ما بيكملوش لحد مرحله الاكسسوار فعلا، بالذات في المناطق السكنيه، الاماكن السكنيه. يعني الشقق او الفيلل المهندس يكون ما كملش لحد المرحله دي. يعني هو بس مثلا بتبقى حضرتك بقى عايزه تحطي لمستك عايزه تحطي انت لمستك الشخصيه، فبيقف دور مهندس ديكور عند الاساسيات. ده بيسيبها للعميل، تتوقف على ذوق العميل. الا لو كان في يعني نوع من الثقه الزايده او في علاقه شخصيه يستعين بيه، لانها في الحقيقه هي معبره عن صاحب البيت. عشان كده احنا لما بنيجي ننصح حد بنقول له اختار الاكسسوار بيعبر عن نفسك الاول. يعني انا ما اروحش مثلا اتفسح واروح اعمل شوبينج عشان اجيب شويه اكسسوار ونقي كل اللي يعجبني. لا، انقي اللي بيعبر عني، ما نقيش حاجه فيها غموض انا مش عارفها. يعني ايه اللي بيعبر عني؟ يعني اللي انا حابه، اللي انا مرتاح له، اللي عينيا مرتاحه له. لا، اكيد حضرتك بتحبي حاجات معينه. لما بتخشي بيت حد بتلاقي في حاجه لمسه خاصه بيه، خاصه بشخصيته. بيحب الفواتح، بيحب الغامق، ممكن يكون جاي من بيئه ساحليه، تلاقيه الخلفيه اللي عنده في تربيته في البيئه الساحليه عايز يحط ليها علاقه بالساحل بقى وبحر وكده. بالظبط كده. قواقع. حتى ساعات بيبقى في اكسسوار موسمي. احنا بنيجي في رمضان مثلا بنلاقي في بيوتنا بنحط فانوس، وبنجيب الخياميه دلوقتي هتلاقي منها شابوهات للاباجورات، نغيرها ونحطها ونحط شويه معلقات.
كل الكلام ده حاجة شخصية، يعني انت شخصيتك بتبان في الكلام ده. وما تعمليهوش عشان الناس تشوفه، تعمليه عشان انت تبقي مستريحة. هيطلع فيه اللمسة طيب. اللي بتعبر عنك. طيب بس مهندس، انت من خلال خبرتك بتشوف الناس بتعمل بيوتها زي ما انت بتقول كده عشان الناس تشوف بيوتها شكلها عامل ازاي، عشان هي تبقى شخصيا مرتاحة في البيت. بالظبط. ودي مشكلة طبعا، دي مشكلة، لانه البيت هيطلع حلو لو انا بعمله ليا انا اللي قاعد فيه، يعني الضيف بيجي قد ايه وبيمشي قد ايه. طب ده ليه مريحني انا؟ بالظبط، لازم يكون مريحني، وهيطلع اجمل وهيطلع مريح بالنسبه لي نفسيا، وهيبقى له تاثير على حياتي انا كلها اذا انا عملته عشان يطلع معبر عني مش للاخر يعني. طيب من الحاجات اللي بتعتبر اكسسوار اكيد الاباجورات والاضاءه وحدات الاضاءه الجانبيه زي مثلا دي اللي احنا حاطينها دي، الكاميرا هتجيبها دلوقتي اكيد. دي من الحاجات اللي دي المكملات اللي ليها وظيفه. يعني اذا خلينا نقول في الاكسسوار في حاجات جماليه وحاجات وظيفيه. بالظبط بالظبط. طب نتكلم عن الجماليه الاول ولا الوظيفيه؟ حضرتك حابب ايه؟ الوظيفيه دي طبعا كل المكملات وظيفتها بتبقى مش اساسيه، بتبقى ثانويه. يعني حضرتك بتعتمدي مثلا في الاضاءه على اضاءه السقف. اوكي، في اضاءه اصلا مثلا في نجف وفي اضاءات جانبيه زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي. بالزبط. الكاميرا هتجيبها زي دي يا جماعه، دي الاضاءات الجانبيه، اضاءه ثانويه ما بتعتمديش عليها بصفه رئيسيه، مش للقراءه مثلا، او هي محطوطه شكل جمالي. اوكي، ممكن تبقى موجوده في مكان للاسترخاء، الواحد بيريح شويه عينه من النور المباشر. في حاجات تانية جماليه صرف، يعني المعلقات اللي على الحوائط زي الاطباق الخزفيه او الاطباق المعدنيه. احنا بس هنتكلم الاول، خلينا نمسك حاجه نتكلم على الاباجورات الاول. هتبتدي تنزل صور فعلا، نزلت صوره اهي حياتك اتكلمنا عنها بس اختفت اصلا. الإضاءة هتلاقيها فيها شقين، في حاجات احنا بنسميها فري ستاندنج زي اللمباديره اللي هي بتبقى واقفة على الأرض وطويلة شوية. وفي الحاجة الثانية هي الأباجورة، أنا بحطها على مسطح أعلى شوية، بنحطها على ترابيزة ركن أو حاجة. طب أنت يعني أنت نختار دي وأمتى نختار دي؟ كمان الوظيفة بتاعتها بتختلف، مظبوط؟ وظيفتهم واحدة، الاثنين واحدة، إضاءة ثانوية. بس الشكل هو اللي بيختلف؟ الشكل بيختلف، أنت ممكن تنوعي، ممكن تبقى مثلا في ليفنج زي ده يبقى عندك مكان فيه ترابيزه ركن تحط عليها اباجوره، ومكان تاني فاضي تحط لمباديره فري ستاندنج على الارض. الاثنين بيبقوا عاملين لوحه فنيه مع بعض، شكلهم حلو مع بعض. ممكن يبقوا الاثنين موديل واحد، وممكن الاثنين موديلين مختلفين، في نوع من الصله بينهم في الخامه. طيب لو احنا هنجيب حاجات مختلفه، يعني مثلا اباجورتين مختلفتين، هل لازم يبقى في عنصر ربط يربط بينهم ولا مش ضروري؟ والله هقول لحضرتك، الستايل هو اللي بيحكم. انا مؤسس بيتي على الستايل، يعني كل الامريكان ستايلز الامريكان ستايلز ما عندهمش الوحده اللي بنتكلم عليها، لانه ممكن يجيب الكنبه لوحدها من مكان معين، وممكن يجيب وحده الاضاءه من مكان تاني. هو بيعمل بيختار الحاجات اللي هو حاببها. انما كل الطرز الغربيه الانجليزيه، يعني مثلا نبص على وحده زي الموجوده المعروضه دي، الشابو بتاعها والجسم بتاعها من المعدن، هي في الاخر شويه كلاسيك. هي شويه كلاسيك، حتى باين ان الجزء اللي باين من الكنبه اللي جنبها والقيمه اللي في الخشب بتاعها ان هي كلاسيك. فاحنا بنختار الحاجه اللي ماشيه مع الستايل بتاعي، لو كان مودرن او حديث بستخدم معاه مودرن او حديث، لو كان كلاسيك استخدم معاه كلاسيك. ممكن نعمل ميكس بقى، بمعنى مثلا احنا عندنا اساس هو كلاسيك، ونجيب بقى الاكسسوار يكون مودرن، ولا دي بقى اللخبطه؟ لا دي هتبقى لخبطه. ما ينفعش نعمل ده صح؟ لا لا، في حاجات بتبقى واخده الطابع القديم، حديثه واخده الطابع القديم. احنا عايزين كمان نتكلم يا باشمهندس عن اكتر الاخطاء اللي ممكن نعملها ونقع فيها، زي اللي انا قلتها دلوقتي دي، قلت لي لا دي من الاخطاء اللي هتبقى يعني فظيعه جدا، وما ينفعش نستخدم ستايلين مختلفين في مكان واحد. هيضايق العين صح؟ طبعا. طب ايه تاني من الاخطاء اللي ممكن نعمله واحنا بنختار الاكسسوارز؟ لو انا مش هستعين بمتخصص وانا بجيب اكسسوارز، ما ابداش افكر فيها الا ما اخلص البيت خالص. يعني حضرتك تخلصي الارضيات والحوائط بالاضاءه، كل الكلام ده يخلص، وتبداي تشوفي الفراغات الموجوده في البيت فين. هي دي اللي هتحط فيها الاكسسوارز، ومش شرط ان انا اجيبها كلها مره واحده. يعني انا ممكن عشان مثلا ما يبقاش بدفع مبلغ كبير واعمل ازمه في الدخل بتاعي، انا كل فترة يعني ألف كده وأتفرج إيه الجديد، وأبدأ أقول مثلا الحيطة دي عندي فاضية أحط فيها كذا، الرف ده هجيبه أحط عليه شوية شموع، شوية حاجات،
يعني حتى هتحسي ان البيت بيتغير. على فكره الكلام ده مظبوط 100%، لان انا فاكره كويس قوي وانا يعني بجهز بيتي عملت اللي حضرتك قلت عليه دي، ودي كانت من الغلطات السابقه. اي حاجه بشوفها حلوه اكسسوار كنت بشتريها، وبعدين في النهايه لما كنت لسه خلصت البيت لا كان مش لايقه. ايوه بالظبط، يعني كان مش لايقه بالظبط. لما البيت يبقى كله مفروش وخلصان انت بتبداي تهدي، تبقي عارفه انت هتجيبي ايه وتحطيه فين. بالظبط. انما التصور الكامل ده ما يقدرش يعمله غير مهندس. هو اللي عنده القدره ان هو يتصور مسبقا الشكل الفراغ ده كله هيبقى متكامل ايه. طيب ده تابلو. دي من الحاجات اللي برضو الحديثه المنتشره، انه يبقى تابلو ماخدوش مساحه واحده بس، يبقى المضمون بتاعه واحد ويتقطع. يعني مم. هو القصه بتاعته واحده. انما اتقطع شويه بالظبط كده مظبوط. بس كل تابلو او كل مربع ده يعني هو في الاخر يعتبر ثلاث تابلوهات، ولكن الستوري بتاعته واحده. زي موجود في الستوري في كذا واحد موجود. ده مودرن. ده مودرن طبعا. طيب نتكلم تاني عن الاخطاء، نرجع مره ثانيه نتكلم عن الاخطاء اللي الناس ممكن تقع فيها وهي بتشتري الاكسسوار. زي ما قلت انا برضو من شويه، ما اشتريش اكسسوار وانا مش فاهمه، لان ساعات في اكسسوارات بتبقى مستورده بتبقى ليها مدلول ديني مختلف عننا مثلا. انا ما فهمتش الجزئيه دي، يعني ما اشتريش اكسسوار انا لازم تبقي فاهمه الاكسسوار اللي تجيبيه ده عباره عن ايه. هو ممكن يعجبني حاجه وانا اصلا مش فاهماها، يعني ممكن تحصل. طب ممكن طبعا، ممكن كلنا نقع فيها. ممكن تعجبك حاجه ليها شكل مثلا انت شايفاه شكل عشوائي، ويبقى هو حاجه مقصوده وجايه من ثقافه ثانيه غير ثقافتنا. وممكن واحد يقع في احراج ان حد يجي عندي ويسالني ايه ده، فما اقدر ما اعرفش اجاوبه، فلازم اشتري حاجه معروفه. سؤال، احنا بس هم عشان مو ضرورين نعلق على الصوره دي بس كده، يا رب افتكر السؤال. الصوره الزحمه دي دي زحمه جدا. الزحمه طبعا. دي صح ولا حاجه غريبه جدا ان انا بشوف ده بالرغم انه زحمه جدا، في حاجات كتير جدا ممكن ما تكونش ماشيه مع بعض او حاجات مختلفه مع بعض جوه الصوره، لكن انا عينيا مرتاحه. ولا دي برضو راحه شخصيه، يعني حريه شخصيه؟ لا، العين المرتاحه دي ما فيهاش حريه شخصيه، لانه التصميم له بعض القيم والمبادئ هي اللي بتؤدي في الاخر ان عينك ترتاح او ما ترتاحش. يعني في رولز لازم نمشي عليها في الاخر، صح؟ بس انا في الاخر لو بعمل بيت ما ينفعش ان انا احوله الى جاليري. احط مجموعه رفوف كتيره واحط عليها حاجات كتيره. باشمهندس، ولو حتى في حيطه واحده زي ما شفنا دلوقتي، يعني ولو نموظف اللي احنا شفناه دلوقتي، لو يا جماعه ترجعوا لنا الصوره مره ثانيه يا ريت، ولو نوظف ده في حيطه واحده بس، افرض انا ذوقي كده رايح لكده. ممكن ممكن، بس ممكن هتبقى صح؟ هتبقى في حاجات كتير لازم الواحد يراعيها برضو. في اطفال في البيت. يعني حته زي دي مثلا، والله في ناس كتير ما عندهاش اطفال، يعني واحد معلش احنا عندنا اطفال وبنعاني من الكلام ده. فممكن تتحط في مكان واحد مثلا، يعني تبقى فكر استعراضي شويه، يعني هي دي شو، هي شو شو. لازم يكون شخص شوي شويه اللي يعمل الحيطه اللي مليانه حاجات كده مختلفه، صح؟ لا مش يعني مش عيب ان هو يحط حاجه هو حاببها، افرض هو حابب الشكل ده وشكلها شيك في الاخر، شكلها حلو يعني. يعني بتؤدي غرض جميل ان العين لما تشوفها ترتاح وتنبسط. طيب الاكسسوار واحنا بنشتريه، هل مش لازم قوي ان هو يكون حاجات غاليه قوي، لانه هو ده من الحاجات اللي ممكن تتغير كل شويه، عشان برضو لو احنا عندنا احساس بالزهق من المكان مش هينفع نغير في اساس ثابت، يعني مش هينفع نغير في الموبيليا نفسها. واحنا ما بنغيرش كتير، احنا يعني ثقافتنا كمصريين ما بنغيرش كتير. ما بنغيرش خالص يعني. احنا ممكن نقعد سنين الجواز ده مرتبط بنواحي اقتصاديه. طبعا طبعا. ممكن نغير في الاكسسوار، يعني مش لازم نجيب الاكسسوار يبقى غالي قوي عشان ما نبقاش مرتبطين بانه عشان نغيره ده هندفع فلوس كتير قوي. وده برضه هيرجع للثقافه الشخصيه. في واحد عايز يجيب اكسسوار ويجيب من حتت مثلا براندات معينه عشان الناس تشوفها. في واحد تاني زي ما قلت لحضرتك هو بيعبر عن نفسه، هو عايز حاجه حلوه تبسطه هو. يعني الموضوع ممكن ما يكونش مكلف خالص. في كتب دلوقتي وفي مواقع الكترونيه ممكن ست البيت تستعين بيها. احنا برنامجنا كل يوم سبت بنتكلم في الديكور، فيتفرجوا علينا. لا دي ممكن تصنعي لنفسك الاكسسوار بخامات خفيفه جدا. طب تيجي نعمل ده المره الجايه، ممكن نعمل ده إن شاء الله. ممكن نفرج الناس على حاجه زي كده. ممكن نجيب خامات بسيطه جدا. المقص يمشي فيها والكتر يمشي فيها، ونعمل ونجيب السبريهات ونشرها، وفي الاخر هيبقى شكلها جميل جدا، وممكن الناس تفتكر ان انت جايباها من من اماكن يعني كبيره ومرموقه يعني. طب ده احنا يا ريت نعمل ده، ده اكيد ده هيبقى حاجه هايله والناس تتعلم معانا. طيب انا افتكرت السؤال اللي كنت هو دلوقتي لو انا جبت تابلو مثلا انا مش فاهماه،
بس هو عاجبني، هو مريحني، هو بسطني وعلقته عندي في البيت. حضرتك قلت ما ينفعش تجيبي حاجه انت مش فاهماها، صح؟ لانه لو جه حد وسالني مثلا هو التابلو ده ايه معناه، ليه معنى؟ طب ما هو ممكن التابلو ما يكونش ليه معنى بس هو عاجبني. لا، ممكن يبقى الاختيار قائم على الناحيه الجماليه فقط، مش عيب. بس انا بتكلم الحاجات اللي ليها دلالات رمزيه اللي ممكن تبقى جايه من ثقافات تانية، مثلا جايه من ثقافه بوذيه. وانا مش قاري او مش مطلع على الثقافه، يبقى حاجه رمز ممكن يكون بيعبد مثلا واحطه وابقى فرحان بيه، وممكن حد والضيف اللي جاي لي فاهم بقى القصه دي بالظبط. فانا احاول اختار دايما. اولا احنا عندنا حضاره عريقه جدا يعني، طبعا، وكانت مليئه بالقيم اللي ممكن نطلع منها مكملات واكسسوارز من هنا لحد يوم الدين. طب انا عايز اسالك على سؤال، بالنسبه انت فتحت موضوع هايل جدا وقلت احنا عندنا حضاره عريقه جدا، تيجي نتكلم عن الحضاره الفرعونيه وازاي هم في بيوتهم، انا متهيألي ان هم وظفوا الاكسسوار المنزلي ده صح جدا، وكان عندهم مهتمين جدا كانوا ملوك الكلام ده، كانوا ملوك الكلام ده. نتكلم شويه عن الموضوع ده عشان برضو يعني اي حد ممكن حضرتنا يعني ممكن يروح يزور المتحف المصري. واحنا للاسف طبعا عشان احنا عايشين في وسط الحضارات دي فما بنزورش حاجه وما بنشوفش حاجه، بنبقى احنا اقل يمكن من الاجانب الجست اللي بيجوا عندنا يزوروا الحضاره بتاعتنا ويشوف هم برعوا قد ايه في مثلا ادوات التزيين والحلي النسائيه والاطباق الخزفيه، ازاي الوانها عايشه كل السنين دي. يعني هم مش بس. طب ازاي حضرتك عمرك ما فكرت يعني ازاي الاطباق دي، فاهمني؟ لما نروح المتحف ايه الالوان دي الوان زاهيه كانها معموله امبارح، كانها متلونه امبارح، ازاي ده؟ هم بس مش وصلوا ان القيم الجماليه عندهم عاليه جدا، هم وصلوا ان القيمة التكنولوجية اللي بيصنع بيها المنتج ده عالية جدا، فقدر يعمل شوية اكاسيب بدائية بتدي الوان، يقدر يعمل بيهم طبق فيه خمس ست الوان وتفضل عايشها الفترة دي كلها. اللي احنا دلوقتي عندنا ثورة في الكيميكالز ومش عارفين نوصل، ممكن حتى تجيبي حاجة ولونها يغير مثلا في ظرف سنة او سنتين. فهم كان عندهم يعني طفرة صناعية غير طبيعية، غير ان الجانب الجمالي عندهم راقي جدا جدا. احنا بنتكلم على الكلام ده يعني بنتجه دلوقتي للمستورد كله الصيني للاسف، نجيب حاجات اللي هي من الفار ايست بقى طبعا مبهره وجميله وكل حاجه، ونروح نجيب الحاجات الاوروبيه ونتجه الى التجريد، الحاجات اللي ممكن ما يبقاش ليها معنى ثابت. يعني ما ينفعش انا وحضرتك مثلا نتفق على المدلول بتاع الطبق ده او هو كان يقصد بيه ايه، وبنبعد عن الحاجات اللي كانت كلها يعني جايه من الطبيعه وجايه من الفطره اللي موجوده في الحضارات بتاعتنا، سواء الحضاره المصريه القديمه او عندنا الحضاره القبطيه وعندنا الحضاره الاسلاميه العظيمه. طبعا طبعا. طب انا بس يعني مختلفه مع حضرتك في نقطه، مش فينفع اختلف فيها ولا لا؟ انه يعني مش لازم نفهم احنا الاثنين نفس المدلول لحاجه واحده، مظبوط؟ لا طبعا، كل الاعمال الحديثه اللي فيها جوانب تجريديه صعب جدا، يعني صعب جدا ان حد يتفق عليه او يوصل. ممكن يكون الفنان اللي عمله اصلا ما كانش في نيته انه يطلعه بالشكل ده. يعني ده موجود في الفن، ده موجود في الفن. يعني هو حياتك ممكن وانت بترسم لوحه او بتعمل عمل فني ما يكونش عندك غرض واضح غير ان انت بتطلع طاقه من جواك؟ في الفنون التطبيقيه لا. لا. لانها في الاخر بتطلع برودكت. ده اكتر في الفنون الجميله. الفنون الجميله، الفنون الجميله تجربته هو الشخصيه وخبراته، كل المكنونات اللي عنده ممكن تخرج حاجه، هو مش لازم يبقى نيته من البدايه انه هيعمل كذا. طيب عشان فاضل لنا تقريبا دقيقه، ايه اللي احنا ما قلناهوش في الوقت القليل ده انت حابب تقوله للناس عشان يعني تفيدهم بيه؟ يعني هما بيختاروا الاكسسوار جوه بيوتهم. زي ما قلت احنا مش عايزين نستعجل في اختيار الاكسسوار، مش عايز اللي بيعمل بيته سواء كان بيستعين بمتخصص او لا ان هو يبدا يفكر في الاكسسوار من البدايه. خلص الاساسيات التصميم كلها وفكر في مرحله، والاكسسوار مش لازم تجيبه كله مره واحده، جيبه على اجزاء، راعي تناسب الاكسسوار بالمساحات اللي عندك، راعي تناسب الاكسسوار بالانشطه. انا ما احطش الاكسسوار مثلا في فراغ بتاع نوم زي اكسسوار في فراغ طعام، يعني خلي فيه نوع من الربط، خلي يبقى فيه انعكاس للي انت حاطه على الواقع اللي انت عايشه. طب ايه اكتر الاكسسوار اللي بنستخدمه في غرف النوم؟ طبعا احنا بنحب الفريمز كتير، بنحط فريمز كتير سواء صور بنحب احنا صورنا. والمصريين عاطفيين، بنحط لاهالينا مثلا اللي سبقونا وتوفوا، بنحط لاولادنا الصغار. يعني هتلاقي الفريمز هي المنتشره اكتر. الحاجات برضو المعلقات دلوقتي النسجيه
برضو رجع تاني السجاد والشغل السيرما والكلام ده كله برضو موجود بنحطه فوق. يعني اي حاجه ما تبقاش عامله ازعاج، لان طبعا نشاط الاكل. والكلين ده يعتبر من الاكسسوار؟ يعتبر طبعا اكسسوار. ممكن تستخدميه افقيا تحطيه على حاجه، ممكن يبقى معلق برضو، يبقى فيه حكايات بدويه وحكايات شعبيه. بس لازم عشان احط كليم سواء هحطه على الارض او هعمله هستخدمه كمعلقه، لازم يكون كمان متماشي مع الستايل الموجود في المكان. طبعًا صح؟ طبعا 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 لازم يكون في وحده للتصميم. يعني انا ما احسش ان حاجه من الشرق وحاجه من الغرب. بالظبط، عينها هتستريح لما الاقي القصه كلها متكامله، غير لما الاقي حاجه بتحكي حاجه هنا واخش على الحيطه الثانيه الاقي حاجه من الشرق وحاجه من الغرب، هيبقى في نوع من الانزعاج. اي صح، وعينيا هتوجعني. بالظبط مرتاح. مظبوط جدا. دكتور ياسر معبد رئيس قسم التصميم الداخلي كليه فنون تطبيقيه، بشكرك جدا نورتنا بجد، اخذتنا النهارده معلومات مهمه جدا، ولازم المره الجايه بقى